للحديث أكثر عن انتخابات مجالس المحافظات والتي شهدت العديد من الإخفاقات ومقاطعة شعبية كبيرة. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. سلام عليكم دكتور. عليكم السلام ومرحبا. حياكم الله دكتور. يعني عزوف الناخبين في المحافظات التي تعد معاقل الميليشيات خاصة وباقي المحافظات كذلك، يعني هل هو تكاسل أم موقف سياسي أراد الشعب العراقي إثباته في العزوف ومقاطعة هذه الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقراء الراقبين والعاملين عليها، ونشكركم على الاستضافة. حقيقة الموقف الشعب العراقي مل وكل من الكذب والخداع والاحتيال على المواطن العراقي، ومجلس المجالس المحافظات ومجالس المجالس الأخرى وكل هذه المسميات العملية السياسية أثبتت فشلها عمليا أمام المواطن. فالذين ذهبوا للانتخابات برغم المقاطعة الكبيرة هم فئتين، فئة الأحزاب الذين يريدون إكمال السيطرة على الشارع العراقي بكل ما يتاح لهم من فرصة، وثانيا الانجرار خلف القبلية المقيتة التي هي تسوق الأمور باتجاه لا يصب في مصلحة المواطن العراقي ولا مصلحة البلد بالمرحلة الأولى. شيء ثاني، مجالس المحافظات تم الاعتراض عليها من قبل ثوار تشرين في ذلك الوقت وألغيت لأنها لم تقدم شيء للمواطن أصلا، هي حلقة من حلقات التسلط، من حلقات الابتزاز، من حلقات واضحة لصرف الأموال باتجاهات مختلفة بدون فائدة. أي عمل بدون جدوى وبدون فائدة يجب أن لا يكرر، أما أنه تكرر العملية وتعاد ببروباغندا هذا الأمر الذي سمعناه. المواطن العراقي الآن أصبح يريد حقوق، لا يريد يعني جزء بسيط من الحقوق ولم يحصل عليها، فماذا ستقدم مجالس المحافظات إلى الدورات السابقة خلال دورات السابقة؟ وماذا قدمت تصل؟ ماذا ستقدم؟ إذن هنا إرادة شعبية في إنكار الباطل وإنكار هذا العمل، وإن كان هناك من الناس من يعتقد أنه يجب إصلاح الحال، ولكن القدر الفاسد لا يمكن أن يكون محيطا صالحا للإصلاح، لأنه كل من يأتي طيبا يدخل في هذا المجال سوف يفسد أو يدفع خارج هذا العمل، لأنه لا يوجد هناك خطة حقيقية للإصلاح. الإصلاح يبدأ من الرأس، إذا كان الرأس فاسدا كما دونه يعم بهم الفساد، وهذا واضح بكل مراحل الانتخابات اللي مرت على الشعب العراقي. دكتور، رغم التزويف والتزويق ورغم عملية الدعاية لهذه الانتخابات، إلا أنه تحالف الشبكات المراقبة الانتخابات سجل نحو 1000 خرق انتخابي في مراكز الاقتراع. هل يمكن القبول بنتائج بكل هذه الخروقات التي تم تسجيلها وتم توثيقها؟ القضية يعني هذا التزوير هو جزء من عملية الانتخابات والدعاية لها وما أعرف إيش، وكل ما أجري وأعلن هو في العلن أنه كذا انتخابات نزيهة، وهذا كل الكلام معروف للشارع العراقي ومعروف للمواطن العراقي بأن هذا الكلام محض افتراء، لأنه التزوير والتلفيق والتزوير الأصوات جار على قدم وساق، لأنه كما قلت العملية باطلة من الأساس. نعم. والعملية مقصودة باتجاهات الأحزاب الحاكمة وباتجاهات تيارات ومسميات واضحة المعالم، فبالتالي المواطن هذا الذي سمع الفتاوى من قبل المراجع ومن قبل علماء الدين الذين حرموا الاشتراك في هذه الانتخابات لأنها بدون جدوى وهي فعلا بدون جدوى التزم. أما المستفيدين الذين يريدون أن يركبوا الموجة للاستفادة فهم الآن الذين ذهبوا إلى هذا ويعرفون مقدما بأنه لا تنجح هذه الانتخابات وتكون على الشكل الذي يريدون إلا إذا جرى التزوير كما جرى في مراكز الانتخابات، وستجرى علنا وعيانا ولا يوجد هناك رقيب حقيقي لكي، لأن العملية لا يراد لها أن تكون نقية لكي تنجح، ولكن يجب أن تنجح بكل الأساليب لكي يثبتون بأنهم هم موجودون ويعودون بالكرة من جديد على سرقة المال العام والتآمر على المواطن العراقي كما كانوا يفعلون في السنوات السابقة.
نعم، كما يعني لا تستطيع الحكومة وأجهزتها أن تزيف الحقائق كما تريد بعد انتشار السوشيال ميديا وتصوير المواطنين للوقائع وعزوف الانتخابات والمشاركة فيها، إلى أي مدى ترى أن هذه المقاطعة الشعبية التي شهدتها الانتخابات هي نتاج عمل وجهد ثوار تشرين في توعية الشارع العراقي بضرورة إسقاط سلطة الأحزاب وميليشياتها؟ حقيقة الأمر أن المواطن العراقي والذي سار في تشرين وقبلها في المحافظات الستة والسبعة وركز بشكل واضح على الحقوق وعلى المزايات الإفساد والفساد والإقصاء وما إلى ذلك وما لحق بالمواطن العراقي من ضرر وما شاهده المواطن العراقي عمليا، الآن أصبحت الوعي متقدم بالنسبة للمواطن العراقي، وكانت في ثورة تشرين هي التي حقيقة من أهم الأحداث والإنجازات التي حققتها ثورة تشرين وثوار تشرين هو إلغاء المراحل أو إلغاء حلقات الفساد اللي من ضمنها مجالس المحافظات. ماذا حصل لكي تعود مرة ثانية؟ هل هي تحدي للشعب العراقي؟ ولهذا أشوف أنه الآن نعود إلى نقطة البداية ونرجع إلى ما قلنا عنه وقال الشارع العراقي عنه وتظاهروا بالملايين لكي يلغوا هذه حلقات الفساد التي باتت واضحة. فإذا الوعي الشعبي ثورة تشرين أيضا كانت هي الرائدة في هذا المجال، وما آلت إليه الأمور البلد خلال الأربع سنوات الماضية وما سبقها من التدهور في كل مجالات الخدمات وفي كل مجالات الحياة الأخرى، هذا الذي جعل المواطن حقيقة يأخذ موقف صحيح من حالة الضلال والفساد الموجودة. فبالتالي هذا رأيي، وهذا رأيي متبنى، وهذا رأيي حقيقة صحيح مبني على حقائق وعلى أمور على أرض الواقع ليست عاطفة مجردة. هذا القرار وهذا العزيم ليس قد عاطفة مجردة أو استماع لنداء فلان وفلان، وإنما ماذا كسب المواطن من هذه العملية السياسية ومن هذه الانتخابات لكي يعيد الخطأ مرة ثانية؟ فمن أخطأ مرة لا يمكن أن يخطأ مرتين. وفق هذه الصورة دكتور والمقاطعة الشبابية الواسعة والتي تصادفت أيضا مع مقاطعة الصدر وأنصاره، هل يمكن أن يتفجر الوضع من جديد في العراق من ناحية التظاهرات؟ أنا أعتقد أنه المستقبل الأيام سوف تشهد أمور نتوقع أن تكون حقيقة ثورة في هذا الواقع، أو هذه الثورة الصامتة الآن يمكن أن تتحول إلى ثورة ناطقة، وهذا ما يجب أن يفكر به القائمون على العملية السياسية عندما يستمرون في تزييف الحقائق، عندما يستمرون في خداع المواطن العراقي. المواطن العراقي لن يخضع إلى مدعيه، خدع في المرات السابقة ولكن أعتقد أنه سوف لن يخضع، وخاصة أن هناك مقاطعة من تيارات كانت مشاركة في العملية السياسية وإلى آخره. فبالتالي هذا الموقف سيبنى عليه مواقف أخرى، لأنه الذين سيتصدرون الأمر سوف يتصدون لمن قاطعهم ولمن لم يتحالف معهم، وتعرف هذه هي أحد أدوات الصراع على السلطة في العراق وعلى المال العام. الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور هلال الديليمي، شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذه النشرة.